السلام عليكم، معاكم ترفة الداوي. اليوم ان شاء الله راح نغطي الميديكال تيرمينولوجيز حقت الاي اند اير. عندنا اول ترم اوكيلو واوبتالمو which means eye العين، ايكويو means water، فاي كلمة تكون فيها ايكويو اعرف انه حيكون فيها مويه. بليفارو او بالبيبرو يعني ايليد اللي هو الجفن، زي ما انتم شايفين في الصورة هذا الجفن. conjunctival means conjunctiva، وهذه عبارة عن غشاء يغطي الجزء الأبيض من العين وجوا الايليد اللي هو الجفن. هذه اللي غالبا تحصل فيها التهابات الconjunctiva. بعدين عندنا coro pupillo اللي هو البيوبل، هذه اللي نسميها بالعربي البؤبؤ اللي it controls كمية light that enters the retina اللي هي القرنية، فهذه تتوسع وتتضيق. عندنا مو القرنية معلش، الشبكية اللي ورا الكورنيو means cornea، الكورنيا هي القرنية. طيب فالبيوبل هي البؤبؤ اللي يتحكم بدخول الضوء إلى الشبكية، لكن الكورنيا هي القرنية. اوكي موجودة في الرسمة هنا واضحة، الكورنيا هي هذه زي ما تشوفين الطبقة الخارجية. عندنا سايكلو او سيليوري بودي، هذه عبارة عن نوع من انواع المسلز موجودة كذا هنا شايفينها. عندنا داكريو يعني تيرز او تير داكت، قنوات القنوات الدمعية أو الدموع نقول لها داكيو. إيرو أو إيريدو يعني إيريس، الإيريس موجودة هنا، هذه اللي نسميها القزحية زي ما انتم شايفين، هذه غالبا اللي تكون ملونة، فاللون اللي في العين يجي من الإيريس. كيراتو يعني كورنيا، نفس الكلمة هذه، so corneo و كيراتو نفس المعنى كلهم كورنيا. عندنا اوبتو او اوبتيكو او اوبتيكو معناتها اي او فيجن، فيا اما تكون العين معناها العين زي الكلمة اللي فوق اللي هي هنا، او ممكن معناتها الرؤية، فهذه يعني لها اكثر من معنى. اوكي اوبتو و اوبتيكو مو زي اللي فوق. بابيلو اللي هو الاوبتيك ديسك نيبل لايك، الاوبتيك ديسك هذا يسمونه البلايند سبوت، النقطة العمياء في العين تيجي هنا غالبا. طيب فهذه معنات الاوبتيك ديسك بابيلو، هذا يكشفون عليها غالبا بجهاز معين. فاكو حتى هذا نفس النطق فاكو بس اختلاف في الحروف. لينس اوف ذا اي عدسة العين، العدسة. اوكي الريتينا، ريتينو يعني الريتينا اللي هي الشبكية، الريتينا غالبا تكون هنا ورا. اوكي كذا في منطقة ورا تشوفونها اشرنا عليها، فهي منطقة تكون شوية واسعة. وعندنا اللنس العدسة طبعا. طيب الان غطينا الكورنيا القرنية، الايريس اللي يعطينا اللون، سالري مسل، غطينا اللنس العدسة، ايش كمان عندنا؟ الاوبتيك ديسك مكانه هنا، الريتينا الشبكية زي ما انتم شايفين، وعندنا شيء اسمه سكليرو يعني سكليرا، هو الهارد وايت بارت اوف ذا اي الجزء الابيض من العين، فبياض العين نسميه سكليرا. اوكي يوفيو او يوفيا هي الفاسكولار لاير اوف ذا اي، طيب هذا الجزء اللي فيه الأوعية الدموية، وغالبا هذا اليوفيا يتكون من ثلاثة أشياء، عندنا سيليري بودي، أوكي عندنا حاجة اللي اسمها الإيريس وينها هنا أوكي، والكورويد، ففي صور الكورويد الطبقة هذه موجودة هنا صغيرة ونحيفة جدا، هنا فيها الفاسكولار لاير، فكلهم مع بعض الثلاثة حيكونون في جزء في نقاط تلاقي في العين، الصور حتكون مرة أوضح في جوجل، مع بعض الثلاثة يتسمون يوفيا، هذه extra information لكم،
بس اللي لازم تعرفوه انه it's the vascular layer، الجزء اللي فيه اوعية دموية. vitreo او vitreo هي معناتها glass، يعني حاجة تكون كذا زجاجية، ف it's an adjective. amblio يعني دل او دم يعني مظلم. diplo يعني double sorry، فمن كلمة die double. glauco أو glauco يعني grey، شيء يكون لون رمادي، فاللون الرمادي glauco. myo يعني شيء صغير أو أصغر، أو إنه reduction يعني تقليل شيء معين، فهذا لازم طبعا يكون معها term ثاني عشان يصير المعنى أوضح. myo يعني widen أو enlarge، شيء متوسع أو يتوسع. نكتو يعني night. photo يعني light. presbio يعني old age. scoto يعني darkness. عندنا هنا في حاجة، أيوة أوكي شوفوا هذا مظلم amblio، وهنا عندنا darkness الظلام scoto، عادي ممكن تتكرر أشياء تتكرر. الضوء photo العكس، فرقوا بين النايت والداركنس. اوكي اكسيرو يعني دراي، شيء الجاف اكسيرو. اكوسو او اوديتو يعني هيرينج، هنا هنتكلم عن السمع. اوكي هيرينج تتكرر كثير هذه بالذات، حتى هذه تتكرر بس انه هذه مور كومن. اوديو هيرينج، فزي ما انتم شايفين عندنا 3 medical terminologies that refer to hearing. oral auriculo auto كلها معناتها ear، فكمان هنا عندنا 3 terms that refer to the ear. طبعا كلمة ear مو يعني سمع، في اختلاف، الاذن غير عن السمع، ففرقوا بينها. هنا حندخل شوية في details الاذن. عندنا الكوكليو معناتها كوكليا، هوريكم اياها هنا. كوكليا زي ما انتم شايفين organ موجود في الـ inner ear. عندنا الـ outer ear هذه والـ middle ear الأذن الوسطى، هذا الأذن الـ inner يعني الـ last part جوا. في organ عندنا اسمه cochlea. بحط لكم بلون ثاني عشان نعرف إيش خلصنا. cochlea. عندنا mastoid process. mastoid process هذه عظمة تكون وراء الأذن. أوكي. فزي ما تشوفين الصورة اللي بالخافت جوا تكون تقريبا مكانها هنا شيء زي كذا. مارينجو يعني تيمبانيك ميمبرين او ايردرم، الطبله هي عباره عن غشاء زي ما انتم عارفين اسمه مارينجو. تيمبانيك ميمبرين زي ما انتم شايفينها واضحه باللون البينك، تفصل الاوتر اير عن هذا الجزء اللي في الميدل اير. اسيكيلو اسيكلز هتشوفونها هنا، تشوفون هذه ثلاث عظمات، عندنا هذه ميلس انكس تيبيز، هذه ثلاث عظمات اسمها اوسيكلز. اوكي سالبينجو يعني يوستيشن تيوب، اليوستيشن تيوب هنلقاه هنا يشبك الانر اير باجزاء اخرى غير عن الاير نفسها. اوكي يوستيشن تيوب. ستابيدو او ستيبيز بون اوف ذا ميدل اير، في نوع من انواع العظام تكون هنا. اوكي شكلها كذا اسمها ستيبيز، فهذه عظمه من عظام الميدل اير. تيمبانو يعني اير دروم، تيمبانيك ميمبرين زي ما قلنا تيمبانيك ميمبرين. خليني بس اشرح الاشياء اللي خلصنا. فيستيبيول الترم حقتها فيستيبيولو، الفستيبيول موجودة هنا جنب الكوكليا. اوكي عندنا السفكسز اللي تيجي في نهاية الكلمة. اوبيا واوبسيا كلها refer to vision. تروبيا يعني to turn، يعني شيء تغير مكانه كده to turn ينلف. اوكي
causes أو causes يعني hearing. وركزوا إنه هذه الأشياء تكررت فوق كمان بس ما حتكون suffix. اللي فوق كانت terms زي عندنا hearing هنا مو suffix هذه root okay. بس اللي تحت suffix audio يعني ear condition. أي حاجة تنتهي ب audio تعرفون إن هذه حالة موجودة في الإذن. بس إن شاء الله يا رب تكونوا فهمتوا واستفدتوا. اعذروني على أي خطأ أو أي سؤال أنا موجودة.